موجز الأنباء من زمسة تي في بطنجة، أهلا بكم. نبدأ موجزنا الإخباري من طنجة، حيث أكد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وخلال تجمع خطابي بساحة بني مكادة بطنجة، أكد أن برنامج حزب الحمامة يصب في خانة تطلعات المواطنين لتنمية حقيقية في جميع المستويات حسب قوله. كما اعتبر مغادرة العديد من الشخصية الانتخابية للحزب خيانة كبيرة للميثاق الذي جمعهم به. هذا ويخوض حزب التجمع الوطني للأحرار غمار الانتخابات الجماعية في طنجة بلوائح خاصة بكل من مقاطعة المدينة ومقاطعة السواني ومغوغة ومقاطعة بني مكادة. تجمع هم الجبار في هذه المدينة، هذه التجمع باش ينتهي خاصهم بزاف وبزاف، وخصنا نمشيو نعسو واحد 10 سنين عاد يمكن تكون شي حاجة، ولكن حنا ما نعسوش، حنا ملتزمين مع طنجة. خاض أمس حزب النهج الديمقراطي بطنجة وقفة للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة، مطالبا بحقه في التعبير عن رأيه عبر مختلف المنابر الإعلامية. كما اعتبر الحزب هذه الانتخابات أنها مؤطرة بدستور ممنوح وقوانين انتخابية لا ديمقراطية، وذلك بضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية حسب الحزب دائما. يا المغرب فيقوا، يا المغرب فيقوا، انتخابات فتقوا، انتخابات فتقوا. دوليا يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا لوزراء داخليته في 14 أيلول سبتمبر المقبل في بروكسل في محاولة لإيجاد حلول للأزمة المهاجرين المتفاقمة. وقالت لوكسمبورغ التي تتولى حاليا الرئاسة رئاسة دورية الاتحاد الأوروبي إن أزمة المهاجرين اتخذت في الأونة الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، وتطالب بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسجيل وأخذ بصمات كل مهاجر يصل إلى إيطاليا واليونان. وقالت هذه الدول إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وضع قائمة بأسماء الدول الآمنة التي يمكنهم إعادة المهاجرين إليها مباشرة فور وصولهم إلى أوروبا. في الشأن الرياضي، أحرز العداء المغربي عبد العاطي إيكيدير أمس الأحد ضمن بطولة الألعاب القوى ببكين أحرز برونزية سباق 1500 متر، وهي الميدالية العربية الرابعة في البطولة حتى الآن. فنيا، تشارك مجموعة من الأفلام المغربية في مختلف مسابقات فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط خلال دورة 31 التي ستنطلق في 2 سبتمبر المقبل وتستمر لغاية 8 منها تحت شعار السينما في مواجهة الإرهاب. وسيحضر المغرب في جل المسابقات الرسمية لهذه الدورة، حيث يشارك فيلم جوق العميين لمحمد مفتكر في المسابقة الدولية، ونصف سماء للمخرج عبد القادر القطع والشعيبية ليوسف بريطل في المسابقة العربية، إضافة إلى مشاركة فيلم جدران ورجال في مسابقة الفيلم الوثائقي، وعرض فيلمي دوار السينما لأسماء المدير وروك القصبة لليلى المراكشية. بالخبر الفني ننهي الموجز في أمان الله.